السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بعد ما عملنا لكم مشروب الكوفي ميكس هنعمل لكم مشروب الموكا الساخن اللي بيجي بره من بره غالي من الكافيهات. معايا المقادير بتاعته، هنقول بسم الله. معايا هنا نص كوبايه كاكاو، كاكاو خام يا جماعه. معايا كوبايه سكر كبيره، نص كوبايه لبن بودر، معايا معلقه نشا كبيره بالشكل ده اهي. معايا النسكافيه القهوة سريعة الذوبان برضو طحنتها بالشكل ده كده اهي. معايا هنا ربع كوباية، يعني بعد ما طحنتها، هي كانت نص كوباية وطحنتها قلت بقى. معايا هنا رشة قرفة، ومعايا فانيليا، وكمان رشة ملح. هنقول بسم الله. المقادير تاني، كوباية سكر كبيرة، تمام. وبعد كده نص من كل حاجة، نص نص كاكاو، نص لبن بودر، اللي هي القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة نشا، والفانيليا، ورشة قرفة صغيرة. هنجيب بسم الله، نجيب البولة برضو والمصفى، هنصفي كل حاجة. بسم الله، هنحط الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط كمان السكر، كوباية سكر بالشكل ده كده. السكر هو اكتر حاجة يعني. معايا نص كوباية لبن بودر بالشكل ده كده اهي. ومعلقة النشا، معلقة النشا دي بتديها قوام يعني ايه، تخين شوية. وكمان معايا القهوة سريعة الذوبان بالشكل ده كده، ورشة القرفة كبت. حاجة بسيطة خالص اهي، طبعا المغسلة نضيف يعني، علشان كده ايه عادي. هحط الفانيليا، كيسين فانيليا طبعا بالشكل ده كده. وهنحط رشة ملح صغيرة خالص بالشكل ده بس. هنقلبهم بقى كده مع بعض واحنا من الفرن. بص، حاجة سهلة خالص وبسيطة، وحاجات مش مكلفة يا جماعة. الحاجات دي سايبة، بتيجي سايبة من عند اكتر من عند العطار يعني. اللبن البودر والسكر طبعا طحناه في البيت ما بياخدش حاجة، والكاكاو برضو جايباه خام. حاجات بسيطة خالص. هو بس الغالي اللي هي القهوة سريعة الذوبان ب27 جنيه، وهتعملي منه حاجات كتير يعني، مش على قد دي بس. الشكل ده كده اهي. طبعا ايه، بنصفيها عشان الحاجات دي. تمام كده. هنقلبها بقى بالشكل ده كده. انت كده يا جماعه اهي، طبعا المشروبات ديتي حد دخل عليكي فجأة، يعني حابين تشربوا حاجة سخنة، بتبقى جاهزة في ثواني بتتعمل يعني، ما هتاخدش حاجة، بتتعمل على طول وسريع. خلاص قلبناهم كده، هنشوف بقى هنعمل ايه تاني. بعد ما قلبناه يا جماعه كده بالشكل ده، هعبيه بقى برضو في برطمان كبير كده حلو، بلاش المعلقه دي.
كده. وهنعمل برضو معاكم كوبايتين. انا جبت اللبن بالشكل ده اهو، عيرت مجين لبن. تمام، هجيب بقى اخد منه. بسم الله، على قد الكوبايتين، خد اتنين. بسم الله، كل كوباية بتاخد معلقة كبيرة. هنقلبهم كده الاول على البارد. طبعا لو حابين تحطوا سكر، احنا حاطين سكر في اول كوباية، فاللي حابب يحط سكر برضو يحط. هبدأ اشغل عليهم النار. بسم الله، هنقلب طبعا. نقلب كويس طبعا علشان الحاجات اللي معانا ما تتكتلش في الأكل. بالشكل ده كده عايزه اقول لكم ريحته طالعه جميله جدا جدا. بالشكل ده كده اهو. اهو يا جماعه بالشكل ده اهو، اقلب معايا بالشكل ده كده اهو. تمام، هنطفى عليه بقى ونفرجه. طبعا هوريه لكم هنا يا جماعه كده، هفرغه. بسم الله، بعد ما خلصته فرغه بالشكل ده اهو. بسم الله، بالشكل ده كده. فرغته بالشكل ده. معايا شوكولاته بقى بالشكل ده اهي، الشوكولاته دي كده او اي نوع شوكولاته انتوا حابينه. هنفتحها. بسم الله، وهقطعها واحطها في قلب بالشكل ده كده. وطبعا هي عشان سخن بتسيح في قلب بالشكل ده كده. وده كان معانا النهارده بالشكل ده. يا جماعه هيكون خلص معانا المكة بتاعتنا. عملنا بودرة المكة، وعملنا كمان مشروب المكة الساخن، والشوكولاتة اللي احنا حطاها كمان دابت تحتها بالشكل ده. يا رب بقى فيديوهاتنا تكون خفيفة عليكم، ونشوفكم دايما على خير يا رب.